أفادت الهيئة العامة للكهرباء والمياه عن تشغيل وحدتين بمحطة التحلية بصحار، وأن العمل جار على إعادة تشغيل الوحدات الأخرى بالمحطة بشكل تدريجي. سجلت إحصائيات متابعي طواف عمان 2016 ارتفاعاً ملحوظاً في النسخة السابعة، حيث بلغ عدد مسجلي الانطباعات عبر قنوات التواصل الاجتماعي أكثر من 19 مليون انطباع من مختلف أنحاء العالم. نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط فعالية صحية تحت شعار صحتكم غايتنا، وذلك في الخيمة الصحية بمركز النهضة الصحي، واستمرت على مدى يومين. شاركت جمعية الطلبة العمانيين بالغرب الأسترالي في اليوم المفتوح للطلبة الجدد في جامعة كيرتن بمعرض تعريفي عن سلطنة عمان وما تزخر به من مقومات تراثية وبيئية وسياحية.